حسين الحسيني صاحب شركة تاع تزويد السفن، تزويد السفن في بورت حق الواد وراس. تأسس الشركة هذه نتاعي من عام 2011 أكتوبر 2004، خذيت لاغريمون الشركة هذه. ما نجمتش نواصل في تسيير الشركة هذه خاطر صار قمعي من بعض أزلام راهد البيت. من بعد شاركت في صفقة عمومية في مع شركة تونسية للملاحة، فاكتشفت تجاوزات كبيرة ياسر الصفقات العمومية تلاعب الصفقات العمومية، أعلمت عليها وكانت الحرب من 2009. وقتها كانت في 2009 كانت ستيان باش تعطي الباخرة هذه اسمها الحبيب العماد الطرابلسي، وقتها أسس شركة اسمها جي تي تي فاريز في ستيون أجونس ماريتيم، أسسها و باش يستغل البورد رادس على ذمته الكل، واقترح عليا انا باش نخدم معاها وما حبيتش نخدم على خاطر كانت النيه نتاعهم هي اللي يعني بور فير اون كلك سورت دو ترافيك معناتها اونتر صفاقس وطرابلس. تنجم تفسر لنا شنو هي الترافيك اللي كان يقام بالضبط؟ كان الترافيك فهمت هي السلعة اللي كانت تمشي، كانوا هما حبوا يستغلوا هي كوموس اسباس، كانوا هما حبوا يستغلوا معناتها الرخص نتاع الناس. كيما أنا في صفاقس وقت جي كونتاكتي أن سارتان الله يرحمه توفى نجيب غرسلة، سيت رابيتايور معناتها كي رونومي غاديكا في صفاقس عنده 35 سنة خدمة، حبيت ندخلوا معاه باش اكتشفت اللي حابوا يستعملوا الرخص نتاعو نتاع لا كوليكت نتاع لي ديشي. فهمت الرخص هذه نتاع لا كوليكت دي ديشي موجوده معناتها في الابراد الكل، معناتها كانت الترافيك معناتها باش يخرجوا السلعه كان ديما تخرج في الكماي نتاع لي ديشي. فهمت خاطر سي لو سول كاميون اللي هما ماهمش كونترولي بار معناتها لوفيس دي بور. فهمت كانت الكاميون فهمت كونترول الاولاني هو اللي في الباب، ومن بعد كش تدخل انت باللي سي باسي نتاعك تتفاهم انت والكوموندون بور. فهمت اي لي ديشي خاطر هو شنو هي شنو البابور هناك، كل بابور يجي على يهبط في في البور دو تونس يزم اوتوماتيكمون يهبط لي ديشي ميناجير تاعو واليوزاجي واللويزي تاعو يزم يهبطهم. فهمت دونك هما شنو يعملوا؟ يتفاهموا مع الكوموندون بور كيما قبل 2007 نتفكر انا فهمت كانوا متفاهمين مع كوموندون تاع بابور اسمه بدي تيرانيس تاع باتو فرونسي. يتفاهموا مع الكوموندون بور يلوح لي ديشي في البحورات نتاعنا. فهمت يجي الكاميون يدخل البرد كوم كوا باش يهبط لي ديشي ويهبطوا السلعه ولا يدخلوا بيه السلعه. فهمت ما غير ما نعرف شنو السلعه شنو لا ما غير ما تعرف انت يسون با كونتروليك مي يدخل خاطر انت عندك لي سي باسي لي سي باسي ما يصير منه الكونترول كان في الباب هكا هو هذاك اللي انا قعدت متعجب فيه. فهمت دونك فهمت انا قمعوني ما كانوش لي ديشي فهمت وخبرت هذا فهمت 2009 خبرت عليه قلت لهم قلت لهم راه يصير هكا 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 فما ناس ما تتورطت في عملية كي من هكا. أنا وقت سمعت بواحد يعيطوا له منظر تيكا ولا حاجة هكا، فهمت تورط في عملية بتاع ذهب مدخلها مخرجها تور من تونس ولا مدخلها ما نعرفش اكزاكتلي وما فهمت. بعثت وقتها رسالة؟ بعثت رسالة للرئاسة. للرئاسة والوزير والوزير الأول محمد غنوشي؟ لا بعثت للوزير الأول على التجاوزات في الصفقة العمومية. فهمت فما ناس ما عندهمش كفاءات وقاعدة تعمل قاعدة تزود في البابورات معناتها بأشياء معناتها مش في النورم، خاطر أنت كي تغزر كاي تشارج ترى كاي تشارج معناتها لازمك تخدم بالنورم. فهمت هذوما ناس كي نون با دو كومبيتونس ما عندهمش كفاءات أعطيهم ديزاغريمون ويخدموا سون نورم معناتها. فهمت
فما دي كونفونسيون احنا فهمت انترناسيونال كيما لا كونفونسيون ماربول. كيف تقول انت في الكونفونسيون هذه تقول راك تلوح دبوزة بلاستيك في البحر راك عندك خطيه ما بين 100 مليون و 500 مليون فهمت مش قاعدين يتفقوا فيها. كيف تقول انت تهز تجي مثلا تهز الحم لازمك تشريه يبدا يكون حلال انت قاعده تجيب فيه من جنوب بور 1 مليار طن وخبرت عليه هذا وعندي ما يثبت وعملت وكتبت لهم كتابين قلت لهم قاعدين نجيبوا في الحم من جن ماهوش في النار ماهوش حلال يوم ميم تو ماهوش قاعد يدخل تونس قاعدة تتصب معناتها في ارتيكل سور 2000 ارتيكل قاعدة تتصب مليار لبرا في جين نعرفش فانا كونت والحب مش قاعد يجي ديجا الغلطة الأولى ماهوش في النينور على خاطر مش حلال فهمت الديريكتور وقتها الديريكتور ديجا بروفيسيونمون قال لي لا عندنا ثقة فيه هذا الطلياني عندنا ثقة فيه عندي ثقة فيه واللي يذبح فيه، شنو طالعين يذبح فيه قلت؟ يا أخي معناش الحمل احنا وإحنا هنا في الكايت شارج الأولوية للتونسي. هذا أرتيكل سور 2000 أرتيكل فهمت في الرافيتاينو، معناتها البورد مسيب معناتها دون فاسون، معناتها ماهوش قاعدين يخدموا في النار. والنقابة زادة هنا تاع الإتيكا تاع اللي شاد فما 35 رافيتايور في تونس، فما أربع بركة قاعدين يستغلوا فيهم. يستغلوا معناتها في اللي مارشي هذوما الكل. كي انا خبرت وشكيت الوزاره الاولى عن 2010 بعثت وقت الوزاره الاولى قلت لهم حتى فما حسب ما قلت لي في الحسيني قلت لي فما زاد الحم اللي يدخل معناتها حتى الوت في تونس ماهوش الحم معناتها ماهوش الحم تاع قاعدين يغشوا في الحم اللي لحم الحمير اي وخبرت عليها في الرئاسه وقتها وبعثت لهم وقلت لهم راهو الناس هذيا قاعده تغش حتى في لي زوتيلي كلهم فهمت انا نعرف لي زوتيلي يجيبوا عندهم بون وياخذوا من عند الدوله الحم نتاع يربحوا بهم فهمت ويبيعوا للتوريست انت كي تبعت لي انت من فرنسا انت كي تبعت لي انا عندي 5 اتوار وانت كي تبعت لي ب 100 يورو كيفاش تحملي نعمل انت كيفاش باش نوكلوا جات الثوره جات الثورة صحيح باش تتبدل برشا حاجات فهمت نلقى التجاوز هذه زادت عاودت سي ميتيبلي بار ميل فهمت عاودت بعثت للوزارة الأولى تعديت على تقصي الحقائق على الفرقة الاقتصادية وقدمت الوثائق اللازمة والفرقة الاقتصادية فهمت قالت لي عندك ما يثبت وبإذن الله فهمت تاخذ حقك توا عام ونص وانا العداله ما عيطت ليش معناتها وحقي لتو مهضوم الراف التجاوزات مازالت قاعده تتكاثر معناتها تو في البرص نتاع حق الواد ورازس مازالت شدتها المافيا القديمه كيفاش تخدم المافيا هذه؟ المافيا هذه فهمت تخدم بالفلوس المنهوبه اللي نهبوها قبل مع طرابلسية هي بيدا لا مافيا هي بيدا قاعدة توا تخدم وخبرت عليهم انا كيما تقول انت في السيتي ان انا عيط لي البي دي جي نتاع السيتي ان اسمه جمال قمرة يقول لي اللي كان هذا مشيت نحكي معاه اللي هو وزير السياحة نتاعنا جديد اللي هو توا وزير السياحة جديد قعدت نحكي معاه اللي احنا رانا باش نرجعوا لك معناتها لي مارشي نتاعك وانا لهنا هاني باش نعاونك باش نرجع لك حتى شيء قلت له انا بالحرف الواحد قلت له سيد مدير العام راك تنجم ترجع لي حتى شيء وما تنجم تعمل لي حتى شيء قال لي انا باش نعاونك قلت له ما تنجمش قلت له باش تعاوني قال لي باش نرجع لك لي كونسلتاسيون قلت له لي كونسلتاسيون اللي باش ترجعهم كيف باش ترجعهم قلت له جبت له معناتها القضيه نتاعي قلت له مدام بغرارة المكلفة بكتابة لجنة الصفقات مازالت تخدم هنا قال لي تخدم قلت له كيف انا شاكي بها هاي القضية قلت له نتاعي وانا شاكي بها كيفاش انت كغافيتايور معناتها تضريت معناتها وصلك الضرر نتاع الفساد هذا تضريت انت كغافيتايور
تزريت على خاطر هما قاعد هما سيبولو ترافيك. انا نحب نخدم في لينور. وقلت لهم انا فما اللي حتى اللي يخدموا في الرابي تايور اللي يخدموا في تونس إنه با نيفو معناتها بور ديريجي اون انتربريز دو رابي تايمون. فما دي نورم انترناسيونو يلزمك تطبقهم فهمت حتى على وجه تونس. انت كي تقول لي انت اعطيني انا اعطيني صحح لي في بونو لي كوم كوا مهبط لي ديشي نتاعو البابور وخذ فيها زوز ملايين انا ما نعملهاش. قلت له مش انت باش فزت لي البحر نتاعي البحر خاطر لا ميديتيراني ريبريزونت لو 1% دي مير دو جلوب لو ترافيك كوميرسيال اللي هي 35% سي بور سا فما يلزم لا بروتيكسيون دو مير ميديتيراني فهمت بحر لازم احنا بحر ميديتيراني صغير فهمت وترافيك كوميرسيال اللي 35% فهمت سي بور سا فما دي كونفونسيون عاملين افيك لي زيترونجي كان انت من هنا ما تحس ما توريش للغرب اللي انت عندك حسن النيه معناتها باش تتبع لي كونفونسيون هذيا لا لاتر فهمت وتخلي ناس ما عندهمش حتى كفاءات يا اخي مش لازمك تقول انت باش تعمل رافي تايمار او لو رافي تايمار فهمت مش بيعان خضره وغله وغشه يوم غشوا السعوديه اون 2010 شيك بهم السعوديه ايرلاينز غشوها في الحمل به معناتها سي دي جون معناتها فهمت الانانيه فوق الوطن. قدمت شكايه انت؟ فهمت قدمت شكايه اون 2009 2010 وبعثت للرئاسه وبعثت محمد الوزير الاول السابق محمد الغنوشي وزدت بعثت لمحمد عاودت له بعد الثوره بعثت له قلت وراي فما تجاوزات فهمت هذه كبيره ياسر فهمت قاعده تصير وزدت في وقت باجي قايد سبسي مع سي عبد الفتاح عمر زاد سي عبد الفتاح عمر فهمت خلي رد بالك على روحك هذاك قبل مع سي عبد الفتاح عمر في تقاسي الحقائق فما تتسترت على الجرائم الاقتصاديه هذه الكل انا الدوسي نتاعي ما يعهول معناتها فهمت انا نحكي لهم على تجاوزات الصفقات العموميه وما يحكيو لي على الجو نتاعك اللي هزيته الغديكة ديليس ولا ماركه اخرى فهمت دونك وين وصلت الشكايه؟ الشكايه توا فهمت حتى الافوكا نتاعي ما عادش يحب يجبد الشكايه نتاعي.